اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. هتفطرنا ايه النهارده يا شيف؟ النهارده حابب اعمل حاجات لطيفه كده بسيطه، وتعالوا كده نخترق المطبخ الغربي بالحاجات المسميات العلميه. في حاجه اسمها الدوش بالعظم اللي هو شورت ريبس بقري. شورت ريبس بقري دي حته لحمه قاسية شوية في التسوية، بتاخد وقت كبير، بيبقى فيه عضمتين قرقوشة كده بيطلعوا منها لطاف جمال، وميزة حتة اللحمة دي طبقتين، هي على الشاشة قدام حضراتكم، وصورة اللحمة الحلوة تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى. حلو الكلام؟ معانا هنعملها بطريقة الخاصة اللي أنا بحبها. بحبها بالبطاطس. بسيب اللحمة وآكل البطاطس بالآخر يعني عشان أوريكم. بتنزل جوس وبتنزل بيون كده وبتنزل طعم ما أقولكمش عليه. هنجرب ونشوف النهاردة نعملها مع بعض إزاي. معانا جبنه قريش، تحيه كبيره للريف المصري والصعيد المصري من ماسبيرو القناه الاولى. هنعمل السمبوسه النهارده بالجبنه القريش، هتاخد فليفر وطعم من البقدونس مع شويه كمون، ونشوف ازاي حبه البركه لو حبه مفيش مشكله، وناكل سمبوسه النهارده بالجبنه القريش، وضمنت ان الجبنه مش هتفك في قلب الزيت ولا تسيح. معانا صينيه بسبوسه النهارده بالقشطه. العب يعني ايه صينيه بسبوسه بالقشطه؟ في كنافه بالقشطه، كنافه بالكريمه، بسبوسه بالمكسرات، بسبوسه بالبندق، انما البسبوسه والقشطه اللي ازاي يتفقوا مع بعض؟ هي فيها حته خبره طهويه كده، هنعملها صينيه حلوه مع بعض وندخلها الفرن تطلع تشرب الشربات لطيفه وجميله. معانا طبق شوربه حلو النهارده، شوربه الطماطم اللي انا احبها، نعملها بالكريمه، نعملها بالكرفس، هعمل شوربه طماطم النهارده بشوربه عندنا من امبارح، كنا عندنا جوز فراخ وعاملين شويه ملوخيه حلوين، فعندنا شوربه في الثلاجه. فهطلع الشوربه دي يا عم الشيف او شوربه لحمه، واعمل شويه شوربه طماطم ناكلهم كده ونشربهم قبل بعد الاذان مباشره، حاجه لطيفه وجميله، والسفره بتاعتي تبقى سفره خفيفه ولطيفه وجميله وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا. مش هطول على حضراتكم، هطلع فاصل صغير عشان نرجع لمستر شورت ريبس بقري ازاي نعمله مشوي مع البطاطس اللي هو الدوش اللي بالعظم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا تشوفوا حتة اللحمة الحلوة دي كده من وصف الجزار، المسمى العلمي للجزار نقول له ادينا حتة دوش بالعظم، هو بيديها لنا المسمى العلمي ليها الدوش الربس البقري، يعني بيطلع من الذبيحة البقري، بنقطعها بالشكل ده كده. هعملها لحضراتكم النهاردة، شايفين المكعبات دي كده، أنا بفتح المسام بتاعتها عشان هتبلها دلوقتي بالروزماري، واعملها مع صينيه بطاطس. ادي واحده، دول يعملوا تقريبا كيلو و200 جرام بالظبط اهو بالشكل ده كده، بنوصل لغايه العظمه علشان تستوي بسرعه. دي لما تكون اكبر من كده بتتبل من بالليل وتتحط في محلول ملحي علشان تستوي بسرعه بالشكل ده كده. حته اللحمه دي حلوه قوي، حته لحمه ملبسه كده، دي لما بتستوي بتبقى لطيفه وجميله، هخليها زي ما هي. حلو الكلام. وتعالوا مع بعض نعمل تتبيله. التتبيله دي عباره عن شويه روزماري زي الفل اهوت، ونحط على الروزماري ده شويه ثوم حلوين، شويه زعتر، البهارات بتاعتنا الحلوه، ممكن نحط كوبيبة صيني اللي هي شبه الفلفل الاسود مطحونه كده او مجروشه، فلفل اسود مجروش معانا، زعتر كده زي الفل. والله دورت الصبح على شويه حلوين ما لقيتش، شايف ايه الحكايه؟ كله بيفتح بعد الظهر اهوت. ده روزماري اهوت، لان الموضوع ده مش لطيف خالص يعني، يعني لازم احنا في رمضان نفتح بدري تبقى الحاجه موجوده من بدري، بس انا مش عارف يمكن عشان انا باجي بدري. ده روزماري كله مع بعضه كده زي الفل. حلو، نحط يا عم الشيف البهارات بتاعتنا، شويه ملح وشويه فلفل عليها، طبعا دي ما بتاخدش توابل كتيره علشان حته اللحمه مش مستاهله توابل كتيره، لديها الطعم بيتكلم عن نفسه. ده فلفل اسود، شويه ناعمين، شويه فلفله حلوه، هحط شويه كوبيبه صيني معايا مطحونه ناعمه اهيت زي الفل، اللهم صل على النبي، اهي موجوده اهي زي الفل، بحطها طرم بالخشنه كده كل دول مع بعض، واحط عليهم شويه زيت زيتون
انا احب التفاصيل الصغيره دي كده. لما اقول التفاصيل عندنا ده بالتاكيد له معنى، ده زيت زيتون. حلو. طيب معانا كمان عصره ليمونه صغيره ومعلقه سكر. كل ده يا شيف؟ اه كل ده في التتبيله بتاعت حته اللحمه دي. اه شويه سكر باليد كده زي الفل. تمام. هاخد الخلطه دي يا عم الشيف واقلبها كويس مع فص ثوم بالشكل ده كده، واقلبهم كويس. شفت التتبيله دي كده؟ معانا يا شباب فرسان التلفزيون المصري، اخواتي وحبايبي الاساتذه المصورين، اخراجيا تصويريا ابداعيا. شايفه التتبيله دي؟ التتبيله دي حلوه قوي. نمسك الدوش ده كده ونمسكه بالشكل ده كده، اتغير لونه اتغير شكله مفيش مشكله، انا عايز كده. ونفس القصه اهو بالشكل ده كده. ناخد التتبيله معايا جريلا بتسخن جامد جدا، هدي لها صدمه ناريه على النار دلوقتي. بعد الصدمه الناريه دي يا عم الشيف هي دي المفروض يعني تتحط بقى وتتحط في ورقه وتتلف وتخش الفرن والجو ده كده، بس انا عايز اعملها بطريقه مختلفه النهارده هتعجب حضراتكم اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. هديها صدمه ناريه على النار معايا جريلا اهي زي الفل. تمام اهي زي ما هي كده اهو بالشكل ده كده اهو. الله الله على الريحه الحلوه زي ما هي كده اهو. واخد من شويه الصلصه دول كده احطهم واخليها على النار، نار هاديه كده. حلو. ونفس الصينيه اللي معايا انا هشتغل فيها. اه حلوه قوي دي. خليها كده على النار واحنا شغالين مع بعض. معانا بطاطس دلوقتي تقريبا كيلو بطاطس متقشر معانا جاهز. شوفوا انا هشتغل واعمل ايه. اه ويا ريت تعملها بنفس الطريقه، تجيبها من عند الجزار توسع عليها. هناخد البطاطس دي كده ونقطعها بالشكل ده كده. اهو بالشكل ده كده. طيب شفت كده اهو. تمام. بطاطس تقطع كده. شفت البطاطس بالشكل ده كده اهو اهو. انا شخصيا لما بعمل الاكله دي باكل البطاطس واسيب اللحمه للامانه. انا كل حاجه بتنزل على البطاطس، هاكل اللحمه ليه بقى؟ اخدها البطاطس كده واحطها هنا كده اهو على التتبيله اهي اهي في نفس الصينيه اللي احنا كنا بنتبل فيها من شويه اهو 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 اهو. شفت الجو ده كده اهو. ونفس القصه هنا، نفس القصه كده. هي بتتحمر على النار بتاخد صدمه ناريه، بتاخد لون، بتاخد شكل. تمام اهو. واحط دي هنا كده ونيجي عند حته اللحمه بتاعتنا نبص عليها كده. يا اخبارك يا حلوه. البصلية دي بتتحمر كده زي ما انا شغال، بحط عليها مكعبين من الزبده دي التوبنج بتاع حته اللحمه، واحط شويه بهارات هنا، شويه زعتر، مكعبين زبده، بصلايه حلوه، شوية ملح حلوين، شوية فلفل، معايا فلفل اسود مجروش انا بحبه اهو. حلو بالشكل ده كده. وارش شوية كمان على اللحمة من فوق كده. خدت الصدمة النارية لحتة اللحمة الحلوة دي كده. بعمل ايه يا عم الشيف؟ باخدها زي ما هي كده. ايه الاخبار كده؟ هو ده اه. الله الله على الريحة الحلوة دي. حلو هاخدها زي ما هي. بحط شوية مية مغليين. شفت حتة اللحمة يا اخوانا؟ ده يعني بص خدت الشكل الحلو ده اهي 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 زي ما هي كده. على فين؟ على فين؟ على فين؟ اهو هنا. يلا حلو. عندي الطاسة بتاعتي الحلوة دي كده. تمام اهو. شفت الجو ده كده؟ اهو. يا ويلي عليك. هو ده. اقفلها كويس قوي. دي عايزاها تستوي بسرعة؟ وعايز العظم يفك من اللحم لازم تغطيها كويس. هناخد الدوش، مستر الدوش ده كده يخش جوه الفرن ونبص على مستر دوش النظرة الأخيرة، نظرة الوداع في الفرن لمدة ساعتين ثلاثة. لو وزن الدوش بتاعنا ده أو
تقريبا 2 كيلو لازم في الفرن يقعد اقل حاجه ساعه. فاحنا هي مع بعض احنا بس الفكره بنوصلها لحضراتكم، بس عشان المصداقيه شعارنا على شاشه القناه الاولى، وانا احب دايما اتكلم الصراحه للامانه، الطايم بتاع الحلقه مش هيساوي حته اللحمه دي، عشان نبقى صراح مع بعض. حته اللحمه دي علامتها واماره ان هي استوت لازم اسحب منها العظمه كده وتدوب، دي عايزه لها مش اقل من ساعتين. فاحنا عملنا الشكل وعملنا الطعم وهي في الفرن معانا، وهنشوفها نقدمها مع صينيه بطاطس حلوه. وانت بطريقتك معكيش مخرج بقى ولا معاك وقت، عيشي في مطبخك زي ما انت عايزه. هطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نعمل احلى صينيه بسبوسه بالقشطه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، هنستأذن فريق العمل مقادير صينية البسبوسة بالقشطة. معانا سميتة نعمة، معانا من الزبادي 1 كوب، كوباية لتعايري بيها السميت تعايري بيها بقية المقادير. معانا من السمنة البلدي 1 كوب، 1 كوب من السكر، شوية فانيليا. ومقادير القشطة أو المهلبية اللي هعملها عبارة عن 2 كوب من الحليب، بياخدوا 1/2 كوب من النشا، وبياخدوا فانيليا. أنا عاملها مسبكر وهي معايا ومغطيها علشان ما يبقاش عليها طبقة ناشفة من فوق. واحدة واحدة مع بعض كده عشان الموضوع ده مهم جدا. تاني، عايزة تعملي صينية بسبوسة زي اللي هعملها دلوقتي بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها. جبنة المهلبية عملناها عبارة عن حليب ونشا وفانيليا وسكر اللي هي قدام حضراتكم على الشاشة، عملتها وحطيتها في البايركس اللي هتخش جوه الفرن، وفردتها وسويتها بالشكل ده كده، سمكت تقريبا 1 سم بالشكل ده كده اهو. حلو الكلام، وباردة معايا تطلع من التلاجة. نخش على السميت وبقية المقادير بتاعة الصينية. معايا طاسة على النار بنحط فيها السمنة البلدي، معانا السميتة الناعمة زي الفل. بسيح السمنة مع السميت كده وتدنا اقلب لغاية لما تاخد لون، عشان كده انا بدات بالحلو بدري اهوت. ملاحظين انا يعني في تنظيم في الماتيريال بتاع الحلقه، لان الحلو ده عايز اشتغله مع حضراتكم كده اهو. شايفين السميته هتدني معاها كده، السمنه بتسيح والسميته بتتحمر بتاخد لون وانا شغال كده. وعشان السميته دي تاخد لون بسرعه وتطلع معايا بسرعه تعملي التركايه ديت، شويه سكر كانك بتكرمل اهو. اهو شفت السكر ده، هو ده اهو. حلو اهو، تمام. ونقلب كده السميت اهي ناعمه، السميت بتاع البسبوسه اهو. وقلب كده على النار. معايا جنبي هنا شربات يجعل ايامنا كلها شربات، عباره عن 2 كوب من السكر، بياخدوا 1 كوب ماء، عصره ليمون، ممكن قرفه، ويتحطوا على النار لمده 10 دقائق. لما تيجي تستخدم الشربات بتاع الكنافه بتاع البسبوسه بتاع بلح الشام بتاع الزلابيه تستخدمي شربات ابيض، خلي بالك ما تستخدميش سوري ما تستخدميش السكر الاسمر، استخدمي سكر ابيض. معلش رمضان كريم، لما تيجي تعملي الشربات بتاع الكنافه او بتاع البسبوسه او بتاع بلح الشام او بتاع الزلابيه تستخدمي سكر ابيض مش سكر اسمر اهو. اهو التقليبه دي اهوت، بقلب كده السميته تاخد لون بالشكل ده كده اهو. ومعايا الصينيه بتاعتي الحلوه اللي هي صينيه المهلبيه او القشطه اللي انا عاملها، بحط شويه فانيليا هنا كمان. حلو، واقلب كده اهو. تسويه السبيطه ضروري بالشكل ده كده. ايه رايكم وانا شغال زي ما انا شغال كده نعمل حاجه مع بعض حلوه عشان نكسب وقت؟ نستأذن فريق العمل بمقادير شوربة الطماطم، مقادير شوربة الطماطم على الشاشة، ونطلع بالشغل كله مرة واحدة. ولازم تكوني شاطرة في المطبخ زي كده، لما تقف على البوتاجاز ترمي أكتر من حاجة على عيون البوتاجاز وتتابعيها في اللحظة وتول لحظة وإحنا شغالين مع بعض. مقادير الشوربة كالآتي: طماطم معصورة ومضروبة في الخلاط معانا هنا، معانا طاسة ومعانا بصلاية ناعمة ومعانا فص توم حلو وشوية كرفس بلدي. تعالوا نعمل طبق الشوربة الجميل ده. طاسة على النار، هنعملها بزيت زيتون ولا بسمنة؟ هنعملها بمعلقة من الزبدة أو السمنة البلدي الحلوة عشان شوربة الطماطم تبقى طعمها حلو.
هنستخدم معلقه سكر كالعاده علشان الحموضه بتاعه الطماطم. حلو الكلام؟ اه. وانا شغال واحده واحده. اه. نشيل دي من هنا. السمنه هنا. بحط عليها بصله ناعمه. خلي بالك لما تيجي تعمل شوربه الطماطم بالذات حط في الاعتبار ان الشوربه لازم تتسبك على النار وتغلي. ما تستغنيش وتقولي خلاص هي الشوربه استوت، لا لازم تاخد وقتها. كل ما تقعد على النار تستوي مع البصله مع التومه مع معلقه السكر اللي هتشيل الحموضه اللي موجوده في الطماطم هيبقى طعمها حلو. هنشرب الشوربه مش هنحس باي حموضه. الشوربه كده البصله اهيت على النار بتتحمر وانا بحمر في الايه؟ في السميته الناعمه. اه شفت المطبخ ازاي لطيف؟ بستغل وقتي طالما انا واقفه في المطبخ. اه عندك حاجه تتحط في الفرن زي مستر دوج دلوقتي حطيته في الفرن، حطيته في الفرن بيستوي. اصبح ان كل حاجه بتطلع مع بعضيها، مطلوب منك تنظمي وقتك في المطبخ وانت شغاله. بحمر السميته اهيت، بدات اشم ريحه حلوه، ريحه السمنه البلدي. سمنه بقري زي الفل اهيت، جايه لنا هديه. حلو، اقلب كده ومعايا كمان مكعب حلو هنا اهو، بحطه هنا كده اهو. صينيه بسبوسه يعني سمنه بلدي، صينيه كنافه يعني سمنه بلدي، عشان ما نجاملش. كل ما كانت السمنه حلوه كل ما صينيه الكنافه دي هتكسر الدنيا. كل ما كانت السمنه حلوه كل ما صينيه البسبوسه تبقى طعمها حلو. كل ما كانت السمنه حلوه كل ما الكحك بتاعك يبقى معروف في العيله. والله كحك فلانه بنت فلان بالصلاه على النبي بيجيب ريحته من اخر الشارع. ليه؟ المخامات اللي بتستخدميها سمنه حلوه، ريحه الكحك حلوه من عند عطار حلو ما يغشهاش، الحاجات دي حلوه لازم. وانتظروا مننا ان شاء الله الاسبوع الجاي هنعمل الكحك بكل تفاصيله. انا لما بقول رمضان في مصر حاجه تانيه والسر في التفاصيل، رمضان كمان على شاشة القناة الأولى حاجة تانية، والسر في تفاصيل برنامجنا أكلة أمي. كحك العيد السنة دي هنعمله بطريقة مختلفة وبطريقة جديدة، وهنعمل كحكة العيلة اللي تلم العيلة كلها. كحكة كبيرة كده هعملها شكلها جميل وحشيها عجمية. عارفين إيه العجمية؟ حد يقول لنا إيه العجمية عشان أنا مش عارفها. يلا نفتح التليفونات وحد يقول لي الشيف المغازي إيه العجمية. بصلية تتحمر كده، تحط شوية زعتر حلوين. عايز اعرف العجميه من المشاهدين بتوع الحلوين، ما تبخلوش عليا انا مش ببخل عليكم. هنحط الطماطم عشان شوربه الطماطم خلصت، اللهم صل على النبي، ونقلب كده اه، ونحط لها الميه بتاعتها وخلصت الشوربه وانا واقف بالسله. اه تمام، الكرفس هينزل بعدين. احط معلقه السكر الحلوه عشان الحموضه. اه اللي يعرف العجميه بتتعمل ازاي يقول لي. السكر ينزل كده عشان الحموضه. اه اه بس خلاص، واسيبها تغلي واغطيها، لان الطماطم لما بتغلي بتخلي لك البوتاجاز كله طماطم وتقولي يا ريتني ما عملت الشرب. اه الغطا الحلو ده كده تمام، ونقلب السميته. حد يقول لنا العجميه بتتعمل ازاي؟ ما تزعلوش منكم عشان ما بخلش عليكم بمعلومه غير معلومه. انا عارف والله العظيم، انتوا عارفوا ان الشيف بغاز بيعرف كل حاجه، بس انا عايز اسمع من حضراتكم العجميه بتتعمل ازاي. اهو البعض بيعملها بسميت، والبعض بيعملها بدقيق، بعض بيعملها بسمنه بلدي، والبعض يعملها بسمنه نباتي، بعض يعملها بشربات، والبعض يعملها بعسل نحل، بعض يعملها بعسل غالي السعر، والبعض يعملها بعسل زهره البرسيم، البعض يعملها باللوز، والبعض يعملها بعين الجمل، وهكذا. محمر السميت ده كده اهو، شايف السميت خد لونه اهو، التفاصيل كلها هنا كده يا فاروق الله يرضى عليك. جيب لي تفاصيل السميت لما اتحمر خد لون ازاي. اهو اهو ده التفاصيل بتاع السميت بتاع البسبوسه. البسبوسه استوت قبل ما ندخلها الفرن. اهو اهو التحميره دي مهمه جدا. اهو اهو كاني بعمل عصيده من السميت. اه اه السمنه البلدي مع السميت. اه اه ننزل بالشربات، يجعل ايامنا كلها شربات. شويه ونقلب، ده شربات ونقلب. اه يا ويلي يا ويلي، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اه شايفه السميته؟ الله الله، لسه ننزل عليها بالزبادي. هو ده. حد بقى يقول لي للأمانة ليه يا مغازي ما نزلتش بالزبادي قبل الشربات؟ عشان لما أقول لكم أنا بحط إيه على إيه عشان في الآخر يديني إيه، دي مش فزورة، دي خبرة طهوية. آه. طبخت السميتة أهي. واخدة الشربات، لسه عايزة شربات. عطشانة شربات. حلو الكلام؟ شيل كل ده من هنا، اللهم صل على النبي. تمام، ونروق الدنيا مع بعضينا ونقلب واحدة واحدة. اهو اهو وقلب اهو. اه شوف انا هعمل ايه دلوقتي، هعمل ايه؟ يلا التفاصيل التفاصيل التفاصيل. اهو التفاصيل اهي التفاصيل اهي. صينية البسبوسة اهو 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 اهو
اهو لسه هنسويها دلوقتي بايديا. حياه عينيا اهو. ناخد دو كده زي الفل. ونعمل ايه يا عم الشيف عشان دي تتساوى؟ نجيب بوله ونحط في البوله دي شويه ميه واحطها جنب ايديا كده واشتغل. اسويها لسه تاخد مكسرات وتخش الفرن دي. شفتي؟ لازم المهلبيه تحطها جوه الفرن. شفت انا بعمل ايه؟ هسويها لك دلوقتي. بايديا كده. بحط ايديا في الميه ليه؟ عشان تتسلك. تمسكش العجينه في ايدي. اسويها بالتساوي، تكون كلها ايه؟ ارتفاع واحد كده، زي ما انا شغال كده اهو، اخد هنا واحط، تمام؟ الله. اسوي كده، دي هتشرب شربات تاني لما تطلع من الفرن، شربات مخلوط بسمنه، خلي بالك اهو. شفت المسوية ديت؟ حلو اهو، نيجي هنا كده كمان اهو. شفت الشكل ده كده؟ لسه رصها مكسرات دلوقتي، ممكن احط عين جمل، احط فستق حلبي، احط لوز، احط مكسرات كتيرة قوي. زي ما انت عايزه. شفت الشكل ده كده؟ خدت الشكل الحلو ده كده. تحتها ايه؟ مهلبيه. اقول لك على فكره حلوه، تعالي انت بقى خليك احسن من الشيف المغازي وجودي واعمليها بالقرع العسلي. يا ويلي، حطي بدل المهلبيه دي قرع عسلي. جودي وخليك احسن من الشيف المغازي واعمليها بقمر الدين، مهلبيه قمر الدين، وهكذا. معانا مين يا استاذ رحاب؟ حاضر، بس طبعا ادخلها الفرن. انا عارف كله من حسابي. نمسح دي كده. بس دي مهمه جدا، ما تدخلهاش الفرن بالحاجات ديت، خلي بالك هتتعبي في انك تنظفيها. الحاجات الصغيره دي والتفاصيل ديت مهمه جدا. الترويع على الصينيه بالشكل ده كده بيريحك ان هي تطلع نظيفه تقدمها على السفره على طول، لانك لو تمسحيها وهي سخنه هتعور ايدك بالتاكيد، وممكن الازاز يتجرح ايدي، خلي بالك. بالشكل ده كده. معانا مكسرات. الله، لوز ده يا مزاجك اللوز يا شيف. فوزدو حلبي، نحط فوزدو حلبي. لسه ما خلصتش. شويه لوز حلوين كده على الوش، ممكن يكون فوزدو حلبي، وندخلها الفرن دلوقتي تتحمر. نكونوا جهزنا الشربات عشان اللوز ده يثبت. تعملي ايه التركايه ديت؟ وعشان اللوز ده ما يتحمرش بسرعه زي ما انا شغال كده، بله اللوز بالميه دي كده بتخليه يطول شويه، يبقى عمره طويل شويه في الفرن ما يحمرش معاك بسرعه. الحاجات اللي بعملها دي صدقوني والله العظيم من قلبي بقولها لكم علشان تستفيدي وتبقي في المطبخ كده ايه، ست الكل. شفت ايديا مبلوله ميه اهي، ببلها ميه وبحسس كده على اللوز. يوم اللوز يبقى عمره طويل في الفرن ما ياخدش لون بسرعه. هفتح الفرن بتاعي بدرجة حرارته 180، نصلي على الحبيب قلبك يطيب. نحطها في الفرن. صينية بسبوسة بالقشطة، ويجعل أيامكم قشطة باللوز، ويجعل مزاجكم لوز إن شاء الله، وندخلها في قلب الفرن. ننظر نظرة الوداع ليها لمدة 30 دقيقة، بتطلع معانا بتشرب شربات معانا اللي احنا هنعمله مع حضراتكم دلوقتي. هناخد بعضنا ونطلع فاصل ونشوف شوربة الطماطم وصلت لفين مع شوية سمبوسة بالجبنة القريش الحلوة بتاعت الصعيد المصري والريف المصري الجميل، اللي بوجه له تحية كبيرة من شاشة القناة الأولى. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف ازاي الشيف المغازي عنده البراعة في ان هو يلف سمبوسة 100 حبة في 100 ثانية. يا جمالك، حلو الكلام؟ سمبوسة يعني جبنة قريش، يعني عجينة السمبوسة، ودي موجودة في أي محلات دلوقتي. ولما بقول لحضراتكم رمضان له تفاصيل تانية في مصر، بتاع الكنافة بتلاقيه شغال، بتاع القطايف شغال، بتاع الرواق شغال، بتاع السمبوسة شغال، الجبنة القريش بتتباع، ومعانا معلتين دقيق في قلب المية. الله على الشوربة، إيه الريحة الحلوة دي يا شيف؟ إيه الجبال ده؟ شوربة فراخ بايتة عندي في التلاجة من امبارح، أو شوربة لحمة ما أقولكيش، ريحتها أحسن من بتاعت امبارح. الطعم مظبوطه، شوية ملح، شوية فلفل، ومقادير السمبوسة على الشاشة عبارة عن جبنة قريش، ومعانا بقدونس، معانا شوية كمون أنا بحبهم مع الجبنة القريش، سنة فلفلة حلوة، وما تنسيش كمان معلقتين دي في شوية مية حلوين علشان نلف السمبوسة مع بعض. وتعالوا هنلفها دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. الشوربة جاهزة، نغرفها. جميلة جدا، شايفة الشوربة؟ حلو قوي. حاضر، معانا جبنة قريش، حطينا عليها شوية كمون،
كمان اهوت، وحطيت عليها شويه بقدونس، وهلف لي دلوقتي خمسه ست حلوين كده، ومعايا القلايه بتاعتي احمر فيها الايه السمبوسه اهوت. لا دي مش هتاخد بيض. الله عليك، ايه ده انت مركزه معانا بقى؟ قالت لي انت مره عملت نفس الخلطه وحطيت لها بيض لما عملتها مع الاسبرينج رولز، انما مع السمبوسه لا. السمبوسه انا عايز هنا من القلايه او من المكان اللي هقلي فيه يعني الطاسه تحمر لي العجينه. آه شفت الله، شفت المثلث ده؟ مثلث متساوي الاضلاع، ضلع قد الضلع التاني اهو، كمان واحده. ركزوا معايا فيها دي كده قبل رمضان ما يخلص، عايزك في رمضان يخلص تكوني يعني لهلوبه في لف السمبوسه. خلي بالك اهو، شفت العجينه اهي زي ما هي، واحده اهي وحطها في ايدي كده اهو. تفاصيل تفاصيل فرسان التلفزيون المصري اهو. بص اللفه دي اهم حاجه اهو، وهي التركايه دي، واجي كده اهو، مثلث متساوي الاضلاع اهو اهو، واجي هنا قافلها كده اهو، بس خلاص طلعت. تلفها بقى بموزاريلا، تلفها بقريش، تلفها بجبنه شيدر، مفيش مشكله. ابص على البسبوسه، حاضر انا عارف انت راسم على القشطه. لا ما اقولكش ما اقولكش، انت ابن حلال، انا هطلعها واسقيها شربات اهو اهو. فتحت عليها الفرن اهو، لف كده زي الفل. اطلع البسبوسه عشان انزل عليها بالشربات. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ واخده لوز، يا مزاجك اللوز. نحطها كده زي الفل، نعمه صينيه البسبوسه. لما نيجي نشربها بقى ما اقولكش، لما تيجي تشربها بقى الشربات تشرب بنفس الطريقه دي كده اهو كده، وانا بشربها اهو الشربات اهوت حلو، وناخد الشربات ده كده ينزل كده. شفت الجو ده كده؟ ليه الحركه دي يا شيف؟ عشان الشربات ما ينزلش في مكان يحرك لي المكسرات من مكانها، لان دي لازم تبرد، الصينيه دي لازم تبرد. انا هنا ضربت عصفورين بحجر، ايه هو بقى؟ السميته عندي مستويه، المهلبيه مستويه، الشربات حطيته بالشكل ده كده، بسيبها خلص الكلام. عايز هنا اولع النار عشان احمر السمبوسه دي. لا حته اللحمه في الفرن دي انا هفطر بيها، دي انساها دلوقتي خالص، ده لسه لسه انا قلت دي عايزه لها ساعتين. حلو الكلام، يعني هنخلص الحلقه والاذان المغرب ان شاء الله تطلع نحطها على السفره باذن الله. خلونا نلف سمبوسه كده شويه حلوين كده اهو، تاني اهو. سمبوسه تعمليها بالفراخ، تعمليها بالجمبري، تعمليها بالسي فود، تعمليها باللحمة، تعمليها بالموزاريلا، تعمليها بالخضار زي ما انت عايزة. شفتي اخر واحدة؟ معلش عشان عايز احمرها الله زي الفل. هاخد دول كده واروح عند الزيت ونصلي على رسول الله. اخبارك الزيت ايه؟ بسم الله يلا اللهم صل على النبي زيت رايق وفايق الزيت ده لما تيجي تحمري فيه تاني بتوطى عليه خالص، تحط عليه شويه ملح، وبعدين تسيبيه لما يروق تصفيه، وتاخدي اللي فوق كله اللي على الوش، وتسيبي الارضيه اللي فيها الربش وفيها الفضلات الصغيره والنواعم بتاعت نتيجة القلي. اللهم صل على النبي كتير اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ملت ادي السمبوسة. نجهز طبق التقديم بتاعنا لطبق سمبوسة حلو. انا والله المغرب بيأذن، هم حبتين سمبوسه حبيتين تمر خلصت. واحد يصلي المغرب يشرب عصير يسخن باي حاجه كده، يصلي العشاء والتراويح، وبعد كده اقعد اكل اللي انا عايزه بقى. نمت بقى ما نمتش يبقى انا معايا الليل واخره، انما لما بنتقل بقى الواحد بينام لا بيصلي لا مغرب ولا عشاء. والله وده حرام يعني، احنا اي نعم رمضان جميل وكل حاجه والدنيا حلوه،
بس لازم برضو مش موضوع اكل وبس، خلوا بالكم. طبعا مش محتاجين حضراتكم، انا مش يعني ايه موعظه، لا انا بقول يعني اللي بيجي زي ما بتعامل والحياه اليوميه ما بتكلم يعني، خاصة في العشرة الأواخر اللي جايين دول، تجارة مع الله، جبران الخاطر، كل ده زي الفل. تعال نطلعها يا عم الشيف. سامبوسة لسه اللحمة، اصبر عليها، تستعجل على اللحمة ليه يا شيخ فاروق؟ اللحمة دي لسه المغرب هيأذن ويستوت يا ما استوتش، خلي بالك دي عايزة ساعتين من ساعة ما أنا حطيتها في الفرن، خلي بالك عشان نتكلم الصراحة. لا ايه؟ ايوه ما تخافيش، ده لسه الزيت ايه؟ رايق، والله اشوف خيالي فيه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الصوت ده؟ صوت يجوع، رمضان كريم يا اخوانا. رمضان كريم، رمضان كريم. شوية سمبوسة ذهبي. ذهبي اللون الذهبي. اللون اللي يجوع. ألف أنا وشفا. كفيها بقى زي ما قلت بأي حشوة أنت حباها، التوبنج حسب الرغبة. أكتر حاجة وأكتر سمبوسة هي بالجبنة الموزاريلا. يا سلام لما تاخد سنة بقدونس حلوة ولا ريحان. يا ويلي. الموزاريلا. لسه طلع الضاني، قصدي الباري، مستر دوش. حاضر حاضر. زي الفل. الشورت دابيس بتاعنا الباري الحلو الاسم العلمي بتاعه اهو، مستر دوج. حته لحمه بالعظم جامده جدا. استنى ما نحط شيال هنا لان عمي ايهاب بيتابع. فين هم دول؟ خلصوا؟ لا نحط حاجه. اللهم صل على النبي. يابا حلو، انا هحطها هنا زي الفل. تستاهل والله، تستاهل تبقى في العالي. لا تدلعني معاها دي، شوف تفاصيل حته اللحمه مع البطاطس، ما اقولكش ما اقولكش. تفاصيل عندنا زي ما قلت لحضراتكم، مستر دوش في قلب البطاطس. هنسيب دوش وناكل البطاطس بتاعتنا الحلوه المخلوطه بالروزماري والبيون بتاع حته اللحمه الحلوه. معانا سمبوسه بالجبنه القريش، تحيه كبيره للصعيد المصري والريف المصري من التلفزيون المصري. معانا شوربه طماطم بطعم الكرفس. معانا صينيه بسبوسه ما قالوكيش غير انا شربات بالمهلبيه والقشطه، لطيفه جميله جدا، وباللوز عشان اوميجا 3. رؤيه فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.